طيب. نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يعني احنا قاعد نتكلم عن ايش قاعد نتكلم؟ وسائل لا نحكي مادتنا شو اسمها مادتنا؟ طيب لحد الان انتم حاسين انه هلا اخذناه هذا بيساعد في التدريس؟ يعني نوعاً ما الباور بوينت الباور بوينت ايش كمان الاكسل ايش كمان الوحده الاولى ما بتساعد مثلا ما اعطتك اطار نظري هيك تعلمك ايش معنى التكنولوجيا ايش وظيفه التكنولوجيا كوسائل تعليميه الكلام عن معايير اللي هي مخطوطه الفكره مثلا كامل الافكار نظريه الاتصال يعني كله يصب في مكان واحد في ناس تخيلوا انه احنا لما نيجي نتكلم عن اللي هي التدريس بتاعت الحاسوب مين اللي بيخروش؟ يا صبيه اللي بنتكلم عن التدريس بتاعت الحاسوب في ناس فكروا احنا يعني راح تكون الماده عباره عن ايش؟ عباره عن مثلا نعطيك برمجيات تدرب على برمجيات هي شو التدريب على برمجيات لحالها ما بكفي اذا ما بنيت على اطار نظري ليش احنا بنعمل هيك ما بتفهم شو معنى اللي بنحكيه هسه سؤال سالته امبارح طلاب الماجستير وبرضه بسالكم اياه وبحب اني اشوف جواب منكم اليوم وبكره بالكثير على المنتدى راح اوديكم اياه على المنتدى شو السؤال احنا نظام التعليم عندنا في الجامعه العربيه المفتوحه شو بنسميه نموذج التدريسي تاعنا ايش هو ايش اسمه بعرف النظام المفتوح انا بحكي عن شيء ادق شوي انت قاعده تحضري مش تعلم ذاتي 100% صح ولا لا ولا هو تعليم الكتروني 100% ولا تعلم عن بعد هيك ما انت قدامي ما انت كيف عن بعد ايوه يعني احنا مدمج سمعت الكلمه شو قالت مدمج هذا بحكم الانجليزي بقول المصطلح تاعه بلندد ليرنينج يعني بمزج بين نوعين من التعليم يعني لو نقول احنا الكتروني احنا مش الكتروني يعني مش فل هو كلمه الكتروني في ناس بتخيل الكتروني انه ما في دكتور وبقعد بفوت على الموقع وبتعلم لحاله هذا تعلم ذاتي هذا اللي انت بتحكي عنه هذا بسموه الموك نظام بسموه الموك هذول صاروا يعملوا زي كيف ادراك عندنا في الاردن راح ياخذوا ترى احنا بيعطيك انه تتعلم الكورس لحالك في استاذ اخذت دوره منها ممتاز يعني مريتي بالتجربه راح نحكي عنها في الوحده الخامسه في عن ادراك وفي كثير زيها كورسيرا واليسون وكثير مواقع بيعلموك موضوعات مختلفه شيء اكاديمي شيء للمهاره حاب تتعلم الطبخ في موك بيعلمك الطبخ يعني مثلا مش كله يعني تعليم بمعنى اكاديمي كويس هذا اللي حكيت عنه اللي هو سيلف ليرنينج او اللي هو التعلم الذاتي لحالك بتتعلم بتكون حاطين لك فيديوهات وامتحانات واوراق عمل ومش عارف ايش وتصير تشارك وتتعلم هذا موديل الموديل الثاني انك تيجي تحضر تقليدي احنا كل مقرر في الجامعات العاديه ثلاث ساعات صح ولا لا؟ شو يعني ثلاث ساعات؟ كيف حسبوا ثلاث ساعات؟ ساعه مكتبيه لا لا ثلاث ساعات في الجامعات العاديه بدي احضر ثلاث محاضرات او بعد يومين ساعة ونص احنا كم بنحضر فعليا ساعه طيب يعني ثلث طب الثلثين الباقيات شو بنسوي فيهم عن طريق الموقع ممكن تواصل مع الدكتور ايوه هذا اللي تجاوبوني عليه انتوا كيف شايفين انتوا كيف شايفين اللي هو اللقاءات غير المباشره مش الوجه لوجه انتوا ايش 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 الوسائل او ايش بتعملوا انشطه في الوقت اللي انت ما بتكون مع الدكتور الواجبات المنتدى المشاركه الفيديوهات الى اخره فكل واحد يعطيني وجهه نظره هو ايش شايف تحكيش عن ماده واحده بشكل عام بشكل عام عن الجامعه انه احنا عندنا موقع اداره التعلم موقع اداره التعلم شو وظيفته شو بيعمل انتوا شو بتستفيدوا منه هل هو بيفيد ولا ما بيفيد احنا بنفترض بنموذجنا التدريسي انه احنا قاعدين نمزج بين النوعين يعني في جزء انت قاعد تحضر شخصي تاخذ المفروض تجي محضر او عندك يعني فكره عن الموضوع وبعدين بنيجي ايش بنسوي بنترك لك الباقي انت تروح تسوي فيه ايش لحالك عشان هيك لما جينا شرحنا مثلا الباوربوينت
ما عملت لكم جلسه تدريب انا بدي اشرح الباوربوينت يعني ادرب عليه، بينفع محاضره محاضرتين وثلاث محاضرات؟ ما ينفعش، بدك اسبوع اسبوعين وانت تدرب عليه عشان تتاكد ان الكل امتلك المهاره. لكن احنا على نظامنا هذا ما ينفعش اسبوعين ثلاثه بس على الباوربوينت، وبدك اسبوعين ثلاثه على الاكسل خلص الفصل. معناته انا شو مفترض انه انت شو بتروح في البيت تسوي؟ تتدرب. طيب هل في وسائل بتعينك على التدريب؟ هون السؤال. يعني اللي هو طيب الان الوحده هاي اللي بنحكي عنها هاي مش داخله في الامتحان النصفي، اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. سؤال قبل ما نحكي اي شيء من الكتاب، سوى حالك مش داري، المفروض انكم تعرفوها. عندك فيسبوك؟ عندك فيسبوك؟ عندك فيسبوك؟ عندك فيسبوك؟ عندك فيسبوك؟ كمان كلكم عندكم فيسبوك؟ يا سلام، ما انتوا بتعرفوا شو هي وسائل التواصل الاجتماعي. طب شو هي وسائل التواصل الاجتماعي؟ فيسبوك. هذا واحد من الامثله طبعا، بس بدنا تعريفه شو هو، ايش يعني وسائل التواصل الاجتماعي. شو في امثله ثانيه على وسائل التواصل الاجتماعي غير الواتساب؟ غيره تويتر، غيره انستغرام، غيره تليجرام، سناب، غيره سكايب. سكايب يعني ممكن هسه صار كان بالاول بس للاتصالات، هسه صار زي وسيله التواصل الاجتماعي. الايمو، تريكولر، يا سلام مليئه حكته يعني في كثير. طب هذول كلهم على بعض. في جوجل بلس، تعرفوا جوجل بلس؟ زي فيسبوك بس تابع لجوجل، هذا اكثر شيء مستخدم في مصر. تويتر عند الخلايجي، احنا الهانج اوت غير، الهانج اوت غير. اليوتيوب ترى بيعتبروه موقع تواصل اجتماعي. اليوتيوب محادثات وصير كومنت زيه زي اي مكالمه. نعم صحيح صحيح. على العموم طيب، هي يعني لو بدنا نخرج بتعريف شامل لكل هاي الامثله، شو بنقول انه التواصل الاجتماعي شو هو؟ يعني مواقع التواصل الاجتماعي او وسائل التواصل الاجتماعي شو تعريفها؟ ايوه بتكون على مستوى العالم وبتربطها باجهزه الانترنت يعني خلينا نقول ايش هي يعني يعني هي شوفوا يا جماعه، لما حدا يقول لك عرف شيء لازم ترجعوا لاصله. مواقع التواصل الاجتماعي هي اول كلمه بسمعها بتكون هي السمه. ايوه اذا هي مواقع وين؟ وين؟ على الويب، موجوده على الانترنت. تقدر تتواصلي على الفيسبوك اوفلاين؟ لا، حتى لو عندك جهاز وعندك موبايل وعندك كذا، بس اذا ما في ويب ما في تواصل، صح ولا لا؟ اذا هي مواقع موجوده وين؟ على الويب، لازم تكون موجوده على الويب. شو وظيفتها؟ اعطيني خاصيه الرئيسيه تبعتها شو هي؟ تخزن المعلومات واختصرت الوقت والزمن. لا لا ما مش شو فائدتها الرئيسيه؟ التواصل. طب ليش سموها اجتماعيه؟ يعني ليش مش ليش مثلا ما تكون زي اتصالات زي التليفون؟ بكون فيها اصدقاء وبكون يعني شو الموضوعات اللي تطرح فيها؟ كل شيء، كل شيء، تبادل لكل الاراء افكار وتحليل. لذلك صارت عندنا الان توجه انه كيف نوظف هذه الوسائط في التعليم. السبب انه كل العالم وين راح اتجهوا؟ مش بس على الفيسبوك، على وسائل التواصل الاجتماعي، على المواقع المختلفه. اذا احنا شو بدنا نروح ندور كمعلمين وناس مختصين في التدريس؟ انه كيف ان طلابنا وين رايحين؟ رايحين في هذا الاتجاه. انتوا عاملين جروب هون في الجامعه، عندكم جروب؟ ليش عاملين الجروب؟ تواصلوا حول ايش؟ نستفيد من بعض. هذا عنده ناقص شغله يبغى يفهم من شغله. اذا لا لا اذا هاي الوحده باختصار هيك انتوا عايشينها، يعني ما في شيء ينحكى كثير. دائما انا لما بدرس وحده بركز على الافكار الرئيسيه الموجوده في الوحده. شو الفكره الرئيسيه؟ اولا التعريف، رقم اثنين الوظيفه، رقم ثلاثه شو اهميتها، رقم اربعه كيف توظف في التعليم. شو اعطيني امثله كيف انا ممكن اوظفها في التعليم.
يعني هي ممكن بالأول عملت عشان التواصل الاجتماعي نوع من الألفة. مين بيعرف شو قصة وسائل التواصل الاجتماعي كلها؟ فيسبوك أصلاً شو كانت بدايته؟ مواقع دكتور، كانت مواقع. آه. اه بس احكي لي شو حكى لي. يعني يعني شو اللي خطر في باله يعمل هالخدمه؟ اه سؤال حلو هذا. بالضبط. ايوه احكي. لا هو في الاول في واحد قبل قبل تاع شو اسمه جون برينز جون برينز. ايش عمل هذا جون برينز؟ كان بعد ما خلص جامعه راح يدور على اصحابه اللي كانوا بالمدرسه، بده يعرف وين راحوا الكلاس ميتس تاعونه. فراح زي عمل نشر صوره، بعدين صار يجمع صور اصحابه وكل واحد يحكي لنا وين راح شو صار معهم. بدات الفكره من وين؟ من هون، انه بده يعمل شبكه لمين؟ للاصدقاء. كويس. بعدين الجماعة تاعون، إذا فيكم حدا شاف الفيلم اللي هو مؤسس الفيسبوك مارك. آه مارك. شو كانت القصة؟ كانوا في جامعة ستانفورد أو هارفارد، ناسي، وبنوا جامعة. هذول جامعات البارزة، هذول ما بتتخرج منها لما تعمل مشروع مبتكر. بتعمل مشروع مبتكر، فكان يتنافس هو اثنين ثلاث عاملين على نفس الفكرة. هذلك الجماعة كانوا شغالين على فكرة إيش؟ إنه بنعمل نفس قصة الكلاس ميتاي بس على مستوى الجامعات، يعني مستوى الولاية مثلا. كانوا شغالين على مستوى بسيط. هذاك مارك شو عمل؟ شبك مع ناس في ألمانيا وناس من برا أمريكا، فلقى الشغلة إيش؟ إقبال شديد، ملايين صارت تدخل، فصار بزنس. اه لانه خلص اخذ المشروع تخرج. مش ضروري تخرج، هو خلص، هو عمل مشروع يعني ما حدا سواه. يعني هاي النقطه الرئيسيه، هو شوف الدراسه الجامعية، كان يدرس في الجامعه وكان من المتفوقين بارزين، يعني كان من البارزين. لا اليوم مش راح يجي. نعم. لا موجود. كويس. أسيت أنا هذا القراءة بتركها لكم تقرأوا. إنه إذن شبكات التواصل الاجتماعي عبارة عن إيش؟ مرة ثانية نعيد، عبارة عن إيش؟ اقرأ ناصر. مواقع يتواصل من خلال العديد من الأفراد تجمعهم اهتمامات أو اختصاصات معينة، ويتاح للأعضاء تبادل الملفات، ولازم تكون عن طريق الشبكة. يعني نقول الإنترنت أو الشبكة. بتبادل الفيديو مدونات. تعرفوا المدونات؟ سمعتوا في المدونات؟ اخذتوها ب 331. كويس. المحادثات الفرديه، المحادثات الجماعيه الى اخره. اذا عرفنا التعريف. المصطلح سوشيال ميديا، واجت كلمه سوشيال هي صراحه لانها بتربط نوع من التشابك الاجتماعي، العائلات مع بعضها البعض. يعني نحكي امثله بسيطه، اختيارياتنا، والدتي، زوجتي ما بتقتنع انه يعني شو انتوا شو دائما قاعدين لي على هالاجهزه هاي؟ زهقتونا. طيب شو رايك ما نحكي مع اختي اللي في الامارات؟ كيف نحكي معها؟ يلا هات نحكي معها. طب شو رايك تشوفيها كمان وتشوفي اولادها وتسالي شو طبخت اليوم؟ شو قاعدين بتسووا؟ طلعوا رحله. صارت كانها قاعده معها. الان صارت كمان في شغله المكالمات الجماعيه، جروب بيدخلوا خمسه سته مع بعض، إشي بكندا، إشي بالإمارات، إشي بالكويت، إشي بالسعودية، إشي بسوريا، إشي كلهم قاعدين مع بعض وبحكوا. من هون اجت كلمة الاجتماعية هي صراحة. كويس. لكن إحنا صرنا بدنا يعني خلينا نعكس هذا الكلام، فكروا فيه كيف إحنا ممكن نوظفه مثلاً لإيش؟ التعليم. شوف أنا أحكي لكم عن تجربة أنا سويتها قبل ثلاث سنوات في الواتساب. كان رمضان، كان طلاب مثلين معي صيفي، كنا يوميا انزل مع الجروب كلهم رياضيات كامل، كل الطلاب بحدود 80 90 واحد، يوميا قبل صلاه الفجر تنزل مساله وين؟ على الواتساب. معاكم للمغرب حلوها،
خلال اليوم شو بيصير يسووا؟ يودوا حلول. ما بعلق، ما بقول لهم صح ولا غلط، بصير هم ايش يتفاعلوا مع بعضهم البعض. هذا يقول له لا صح، هذا يقول له غلط، هذا مش عارف ايش. انا ما بحكي يعني، لا بقول صح ولا بقول غلط. اميت بعطي الجواب على المغرب، كل واحد بصير يعرف انه انا حليت صح ولا غلط، ما بعلق على كل واحد لحال. المهم المشاركه. ثاني يوم نفس الشيء، ثالث يوم نفس الشيء. مشيت على اسبوع، خمس ايام في الاسبوع طبعا، مش سبع ايام يعني، بس زهقهم غرف العطله. خمس ايام بكفي كويس، او اربع ايام يعني مو شرط كامل. جيت الاسبوع اللي بعده، وديت اول يوم رساله، ثاني يوم ما وديتش رساله. بلشت المسألة تجي، وين السؤال؟ تعود انه وطبعا يعني احنا عشان نخليهم يهتموا اكثر، اعطينا ايحاء انه هاي الاسئله راح يجي منها في الامتحان. بدهم يهتموا اكثر. فصار يعني انه قصد شو، كيف انت خليت استغليت شبكه التواصل انه للتعليم، انه بدل ما ظلك تتسلى فيه على الفاضي. بعدين صار في نوع من انه والله لما حدا بيسال عن شغله في الجامعه، بده يستفسر عن نقطه، ناقشوا شيء يعني زي ما انتم بتعملوا هسه. بس اغلب تبليغي معكم ببلغ واحد، كلكم تتبلغوا هذا شيء ممتاز، على مجموعه الفيس او على مجموعه هذا يعني. مع انه انا مش كثير بدخل على الفيس، لكن يعني حتى لو دخلت على الفيس مش كثير بستخدمه للإشي الرسمي، للتعامل الرسمي، لانه انا بحس يعني الفيس فور فن يعني اكثر منه للإشي الجاد. الناس ودوا لي مسجات على الفيس وبقول لي يعني وديت لك مسج انت ما ردتش علي. انا بطلعش على المسجات تاعت الفيس يعني، بطلع انه يجيني مسج رسمي. تاعت الواتساب يمكن احسن الان. في على المودل الجديد، على مواقع اداره التعلم الجديده، انت شوف احنا شو اللي مستثقله في موقع اداره التعلم. يعني انت لازم تدخل يوزر نيم والباسورد تبعك على موقع اداره التعلم، علشان ايش؟ تحصل على المسج اللي موجوده. وغالبا بدك تيجي ترد عليها من خلال الموبايل، ما برد عليك، ما برضى يودي لك. شو صار في حلول؟ صار في حلول انه في موقع اداره التعلم عملوا عشان يلحقوا التكنولوجيا، عملوا تطبيق مودل موبايل، كيف الانستغرام ولا كيف الفيسبوك على الموبايلات. شو بيجيك؟ بيجيك الموقع. هذا مش عن جامعة، هذا تبعي بس. وفي موقع التليجرام، التليجرام بيمكنك انك تودي المسجات مباشرة من الموبايل على موقع إدارة التعلم، من موقع إدارة التعلم على التليجرام. يعني بصير لو انه بتصير تخلي موقع إدارة التعلم يصير فعال اكثر، فهيك بصير بالتعليم مميز. فبصير سهل جدا، انت بتاخذ المسجات من وين؟ من الموبايل. وبترد من وين؟ من الموبايل. وكم مرة بتدخل باليوزر نيم والباسورد؟ مرة واحدة، مش كل شوي والله فوت لي تعال اطلع وطلع ونسيت الباسورد. المشاكل هاي كلها ايش؟ بتنقضي. هذا التطبيق اللي هو هذا يعني، هذا بس هذا مفصول عن موقع اداره التعلم. انا مثلا لو وديت لك شيء على الفورم على المنتدى بيصلك هون؟ لا، هذا زي اعلانات. احنا ما بدنا اعلانات، احنا بدنا اياه للتعليم. يعني انا بدي ادي لك مثلا سؤال، انت تسال سؤال، حدا يرد عليك، حدا يرد على الثاني، حدا يشارك مشاركه. بدنا على الموقع، موقع اداره التعلم هو نفسه اللي ربط على الموبايل. الان بقول هنا نومار 2012 عم بتكلم عن خصائص الشبكات الاجتماعيه. شو خصائص الشبكات الاجتماعيه؟ يعني خلينا نقول باختصار، شبكات التواصل الاجتماعي هي يعني خلينا نقول صرعه جديده، عمرها حديث، ما لها زمان كثير، ولا زالت في طور التطوير. طب سؤال، نسال عن شيء حديث مش موجود في الكتاب، شو المشاكل المرتبطه بالفيسبوك او اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي؟ انه لما بعثوا معلومه او شيء ما هي موثقه، انه واغلب الناس بتصدق اشاعات، ممكن يحطوا الاشاعات خبر مغلوط. غير الصوره انه بيعملوا دبلجه انه بيطلع غلط، غير في اشياء اخطر من هيك، اللي رفعوا عليه قضيه ودفع مليارات عليها. شو هي؟ التهكير، غيره، صاحبتي، الخصوصيه. خصوصيه مشكله كبيره هاي، صارت الاستخبارات الامريكيه
او غيرها من دوائر الاستخبارات شو بتسوي؟ انت بتحط على الفيسبوك شو؟ صورتك. مش بس صورتك. انت بس مجرد ما تحط رقمك الوطني هو جاب كل معلوماته. جاب كل معلوماته. ساعتها انت ايش صرت مخترق بالنسبة لهم. في دول اوروبا مثلا عندهم قوانين ضد هاي الاشياء. انا ما بعطيك معلومات عني الا المصرح اللي انا بدي اصرح لك فيها. انت مو من حقك تجسس علي وتعرف شو عندي. مثلا. فهي صارت من قضايا اللي رفعت على مارك هيك اليوم. الشغلة الثانية اللي ذكر اليوم صار ملناش اسبوع الاسبوع الماضي لما صار الفيسبوك داون صار يودوا مسجات انه اذا ما بتجدد مش عارف ايش بيخترقوك او مش عارف طلعت اشاعات واحد بس يطلع شغله بحرق كمان من المشاكل تبعتها اللي ممكن تعمل قلاقل في البلد زي اللي صار في مصر وغيرها يعني انت زي ما استغلوا الفيسبوك مثلا عشان يجمعوا شباب يعملوا مثلا ثورة في المقابل ممكن تجمع ناس يعملوا اشي مضاد بالعكس وانت مش عارف هذا الكلام هو صح ولا غلط تسمعوا في شيء اسمه الذباب الالكتروني قاعدين بيستغلوا فيه السعوديه بشكل كبير جدا انا ممكن اعمل حسابات وهميه وادخل ناس يودوا رسائل مبرمجه بشكل فني كويس ويقنعوا الناس بشيء معين هو غلط او غير موجود فهاي مثلا من القضايا اللي هي انه عمليه الاختراق الحسابات الخصوصيه للافراد نشر اخبار الكاذبه يعني هاي برضو من القضايا اللي بدها انتباه وهنا هذا بنمي إنه إحنا شو لازم نعلم في المدارس وقولك لازم تنمي التفكير مين قالك إنه الخبر هذا صح أنا مر عندي طلاب ماجستير قبل 5 سنوات واحدة مودت مسج على الفيسبوك وردت ودت وين على موقع الجامعة يا جماعة جاني خبر إنه الجامعة العربية مفتوحة مش معتمدة في التعليم العالي في الأردن على طول طلعت الإشاعة وبلشوا وخسرت الفلوس اللي دفعناها ويخسرت قلت لهم بردان وديت لهم مسج بقول لهم مخصوم كل واحد 5 علامة ليش دكتور ليش قلت يا جماعه ولكم احنا بنعلمكم قاعدين تفوتوا على التكنولوجيا وتفوتوا على مواقع قلت لهم انتوا تحققتوا من الخبر منين جبتي الخبر انت اللي جبتي الخبر من وين جبتي قال سمعت من مين سمعتي مش مهم هي ما سالت من مين سمعت قلت لها في عندك مصدر ترجعي له ولا ما في مصدر ترجعي له؟ بدك تروحي وين؟ على هيئة الاعتماد. هيئة الاعتماد ما في داعي تروحي والله تحملي تضربي سلف للسيارة وتدقي سلف على عمان عشان تسأل هيئة الاعتماد جامعة معتمدة ولا مش معتمدة. فوتي على موقع هيئة الاعتماد. تاخذ منك 5 دقائق. تاخذ منك قديش؟ لا شوي. تعالي هسه اقعدي تعالي احضر المحاضرة. روحي سلمي. بتفوت على الموقع بتشوف الجامعات المعتمدة اسم الجامعة موجود ولا مش موجود إذا موجود معناته الخبر ما له أصل انتهى ليش أنت بتعمل الهلت والعجب نفس الكلام للكل واحد بيطلع إشاعة الكل بيصدق كأنه يعني لازم تكون صحة يا أخي في نمي هنا الله ما عليك عقل شو تسوي فيه تفكر فيه قبل ما تصدق الخبر تحقق منه بالعكس انا حتى لما بيجيني اي خبر من هذه النوعيه بشك فيه لازم بالاول اتحقق قبل ما ابدا اتكلم فيه لكن بالمقابل في له خصائص وميزات مثلا حاطط هنا بعض النقاط يعني هاي مهمه جدا تحفظوها زي ما هي اللي هي التعريب بالذات لا يعني شو يعني مش شرط الشرح زي الكتاب بس يعني لما اقول لك في مواقع التواصل الاجتماعي لازم تعمل تعريب بالذات ايش يعني تعريب بالذات مش تعمل اكاونت انت مش تحط اسمك وجنسك وتاريخ ميلادك والسوالف هاي ومن اي دوله جاي معناته ايش في عندك تعريب بالذات رقم الثاني طريقه لتكوين مجتمع او طرق لتكوين مجتمع بيخلقوا صداقات كلكم تعرفوا هاي الشغله بدك صداقه كونفيرم ولا مش كونفيرم وإذا صديقه مثلا مسيء لك ما مش من ضمن اهتمامك شو بتعمل له بلوك بتطلعه من عندك تقدر تعمل مجموعات خاصه مغلقه مضبوط ولا غلطان انا يعني هاي الشغلات البسيطه سهله الاستخدام طبعا سهله الاستخدام يعني كلنا بنعرف نستخدمها حتى الصغار بيستخدموها تفاعليه شو يعني التفاعليه نقول تفاعليه شو تفهم ممكن التفاعليه انه انت بتودي يعني بتستقبل وبترسل بتاخذ وبتعطي الاهتمام
من خلال علاقات مشتركه. يعني انت ليش معي جروب مشترك مثلا؟ والله انا مشترك مع تعاون الرياضيات، بس تشوف الفيسبوك تاعي تلاقي اغلبه فيديوهات رياضيات وشغلات رياضيات. ليش؟ اهتمامك هون. اذا هنا صفحات الاهتمام، انا والله بهتم بالجيمز بتلاقي كله على الجيمز، واحد بيهتم بالموسيقى تروح على الموسيقى الى اخره. فوائد، اذا خلص عرفنا شو الفوائد. في هنا كلمه مثلا بقول من فوائدها زياده في العلاقات الاجتماعيه، هاي حط علامه استفهام عندك. كيف يعني زياده في العلاقات الاجتماعيه؟ لا غلط، هو هي شوفي يعني خلينا نقول في لها وجهتين نطلع. انا مثلا لي اخت في استراليا ولا في امريكا ولا في كندا، كويس، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي صار سهل، صارت قريبه لك. لكن للاسف صارت الفيس تو فيس اللي قاعد قدامك لما بنكونوا قاعد ما بحكوش مع بعض. تعالي عندي ابو ادي لها مسج على الواتساب، تعالي من الغرفه وهي قاعده من الغرفه اللي بعيدة عندك لا تنتع. شو زياده العلاقه الاجتماعيه ولا العلاقات الاجتماعيه؟ وشفتوا النكت اللي بحطوهن على انه مثلا بيجوا على بيت جدهم، الجده بتروح تلم الموبايلات عشان ايش؟ يتواصلوا يعرفوا يحكوا مع بعض. اذا في هاي كلمه الاندماج الاجتماعي، هذه ممكن تنطبق على نوع من الافراد اللي ما عندهم مهارات التواصل الاجتماعي حتى في التعليم. في ناس مثلا بتلاقيه في المحاضره بيستحي يحكي، او يعني بحس حاله انه اذا حكى راح يحكي شيء غلط، راح ينحرج قدام زملائه قدام الدكتور ومش عارف ايش، او في المدرسه. فبقول لك انه لو خليته يعبر عن نفسه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي باخذ حريته، لانه هو قاعد بيعبر ومستقل، خصوصا اذا كان داخل بنيك نيم، يعني مش معروف مين هو الشخص اللي داخل. يعني هاي من الاشياء اللي بتحكي عن الثقه بالنفس، هاي تابعه لها، يعني هو بيعمل اندماج وثقه بالنفس. هذه من ايجابيات صراحه، له هذه الايجابيه موجوده. لكن من سلبياته العزله الاجتماعيه، بس العكس، في ناس من كثرة ما أدمنوا على مواقع التواصل الاجتماعي بطل يتواصل مع البني آدمين، بشكل مع الناس، يعني ما عنده أي نوع من التواصل المباشر. هاي مشكلة كبيرة والله. انتهاكات الخصوصية حكيناها، اهدي. مخاوف الآباء والأمهات، هاي برضو قصة مهمة جدا. يعني لو واحد بده يوظف المواقع التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات ولا ترويج الأفكار السيئة، ولا بيقدر يستخدمها بكل سهولة. هو هاي بدها تكون هون مين؟ رقابة الأهل. رقابة الأهل. يعني لازم أنت تعرف أولادك على إيش بدخلوا، تحدد مواعيد محددة. يعني فيها جيمز، بس صاروا من كثرة ما هي سيمبل صاروا يحطوها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني موجود، نعم صحيح. بس هي الأصل تحصين الأولاد في مثل هاي الأشياء، بنحكي عن مهارات القرن 21 اللي بنتكلم عنها، اللي هي تنمية أول شيء المفروض إحنا كعالم، يعني مجتمعنا إحنا، اللي هي لازم أول شيء تنمي القيم عندهم. في قيم ربي، إحنا الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح كلهم كانوا إيش يعلمون؟ يقول لك لا تعلم الولد على الغلط، لا تقول له لا تعمل، علمه الصح بس. شوف تربيتهم كيف كانت، علموا الرجولة، علموا الشهامة، علموا الكرم، علموا إذا جاك ضيف اعمل هيك، إذا جاك سوي هيك. هو بتعلم القيمة عمليا. الآن هو بلا شعور عكسه غلط، بدون ما تقول له هذا غلط، لا تقول له هذا غلط، لكنك نبهته زي قصة أبو أن يأكله الذئب، قالوا له الذئب أكله، هو يقول خاف أن يأكله الذئب، كأنه دلهم على انه يقولوا انه ياكلوا. فبالتربيه معروف انه الغرس القيمي مهم،
هسا حتى في اوروبا وامريكا وكذا اسالوهم بقول لك اولادهم ممنوع يمسكوا الموبايلات والايباد وكذا فترات، حتى في سن معين ممنوع يمسك الايباد. حتى بقول سمعت انه ليش للاطفال تمنع ممنوع حتى المحلات مثلا محظور على شراء الجهاز هذا. ليش؟ لانه بيضر اغلب التوحد يعني بيصير من وراء الشغلات هاي بتاعت عزله 100%. هاي رقم واحد انك تعرف عن التربيه قيميه قويه. رقم اثنين تنمي عنده مهارات اللي حكينا عنها قبل شوي، التفكير التشاركيه، انتقاد الموضوع. مش كل شيء تسلم فيه، مش كل شيء بتسمعه. لانه شوف اذا راح الفيسبوك اول يعني احنا على دورنا، انا بحكي عن ايامي انا، احنا كان التلفزيون صح الحقن الابيض والاسود، اول ما طلعت التلفزيونات ايام اللمبات هذول لحقت الناظر ما لحقت، انا طلعت مش اختيار زي الحقن التلفزيون اللي كان بتشغله تشعل الكهرباء يقعد ربع ساعه تعيش هذول كان ما كان في ترانزستورات، كان ايامها اللي هي ايوه جهاز هيك ويكون لمبه تحمل لمبه عشان وصل الكهرباء تشغل التلفزيون. وشو الانتين تاعك؟ طنجر قطع طنجر فيش مسلسل. هو التلفزيون كان يجيك مثلا انت في الكويت بس التلفزيون الكويتي، في الاردن بس التلفزيون الاردني، كان يشتغل من 4 العصر بس 9 بالليل. سلامتك انها الاربع ساعات بس 5 ساعات بس تسمع اخبار وتشوف لك مسلسل ابو عواد تسكر وتنام. خلص لما تفتح القناه اقعد هيك حتى تفتح القناه الصبح بس لا لا احنا قصدنا انت بجوز حكيتي ايام ما كان في ترانزستور بس تشعلي يضوي التلفزيون، احنا كان يضل الشاشه سوداء ربع ساعه تايضوا. بعدين شوفوا التطوير السريع. الان التلفزيون كان هو الاداه او الراديو هو الاداه اللي تمثل لك كل المعلومات والخبر صح ولا لا عبد السلام الله. لكن اليوم انتشرت محاضره، انتشرت هذه الاشياء والسيطره عليها الحمد لله على السلامه عليه. السيطرة عليها شو صار؟ مستحيل. لا تقول لي بمنعهم. هو اذا منعته في البيت لا يعني انه ما شافوش برا. بالمدارس بيشيلوا الموبايلات من الطلاب والطلاب معهم موبايلات، يعني ما بتقدرش تمنع هاي الاشياء. هسه الشطارة انك ما تمنع، توجه وتعمل رقابه. مثل لا هو يعني ما تقولوش دخن، يعني ما تقولوش دخن يعني اكيد. طبعا اليوتيوب كلنا نعرف اليوتيوب، بس كلكم عندكم المفروض حكيت انا ولسه راح اقول لانه في الوحده الخامسه راح ناخذ عن اللي هي خدمات الجوجل. فهسه كلكم المفروض عندكم جيميل، ما دام عندكم جيميل معناته عندكم قناه يوتيوب. ففي الوحده الجايه راح نتعلم كيف نرفع فيديوهات على اليوتيوب. انت بتعمل قناه لك بترفع قناه فيديوهات لك. اليوم صارت شغله تسجيل الفيديو ورفعه وكذا عمليه بسيطه كثير سهله، خصوصا مع وجود الموبايلات يعني صارت الامور كثير ميسره. طبعا في عندنا موقع اليوتيوب، في عندك مواقع زي اليوتيوب، في نتفليكس وفي هيولو، هذا انا عمري ما دخلت عليه، وميتا كيف، يعني هذول كل المواقع لميش. فيميو من اشهر المواقع زي اليوتيوب تقريبا بنافس اليوتيوب، بس خلاص الناس اخذت على اليوتيوب زي لما طلع مشروع البسيط تايد بالضبط. الناس تقول تايد الفاين بدل الورق، اي نوع فاين واي شيء بنشرب بيبسي خلاص اسم طبع، لانه هو اول له الصداره وانتشر فالناس كلياتها بتضلها شغاله يعني. طيب أسيات هنا في نقاط كثيرة على كل واحدة، يعني مثلا اليوتيوب بعطيك مثلا حسناته ايش ميزاته ايش بيسوي كويس. ليش نموذج للمواقع الإلكترونية؟ لأسباب التالية. مثلا أكثر موقع من حيث عدد الزوار كثير بيدخلوا عليه ناس. رقم اثنين موقع قدمة عمل قنوات مستقلة، بتعمل قناة مستقلة تقدر تعملها برايفت ما حد يشوف الفيديوهات بتاعتك، من كانت تعملها عامة الكل يشوفها. يشمل اشكال الفيديو باعتباره موقع نشر فيديو. بتدفع عليه قديش مصاري؟ ليش تدفع مصاري لما تعمل قناه يوتيوب وترفع فيديوهات؟ ولا شيء فري كامل، ان شاء الله تحط 2000 فيديو 3000 فيديو بالساعات، ما بقول لك ادفع قرش. طب ومنين بدخل مصاري بعد؟ انترنت، تيك توك،
ليش تدفع في الانترنت بالشهر 40 ليره مثلا؟ مشاهدات. مشاهدات ما بتدفعوا. لا انت بتشاهد بتدفع مصاري. لا دعايات. دعايات كبيره تدفعوا له شركه. من بيدفعوا له؟ هم من بيدخلوا مصاري عشان يدفعوا له؟ ناس يعمل ملخص للمباراة. يدخلوا يشوفوها 20-30 ألف هو يأخذ مليون بده. هو يأخذ من المواقع. هاي النقطة. أحسنت. هاي النقطة. النقطة إنه اليوتيوب بتعاقد مع الشركات المختلفة للتسويق. فبيحطوا دعايات. ما بتشوفوا لما تطلع إمارات فيديو بيطلع لك أول شيء دعاية. بعدين تعمل سكيب تخطى الإعلان. هذا اللي بده يحط الاعلام بده يدفع مصاري. من هون الدخل الاساسي تاعهم. نحكي عن الفرد اللي عمل الموقع ونشر المباراه. ممتاز. هو منين ياخذ؟ هو باخذ اليوتيوب. اليوتيوب منين باخذ؟ انا هذا سؤالي كان. اليوتيوب منين باخذ؟ باخذ من الشركات اللي بتعمل دعايات واعلان. طبعا ما بيعملوا لك دعايه واعلان الا لما يصير عندك 10,000 سبسكرايبر. يكون عندك ناس كثير مشتركة معاك في القناة تبعتك وحتى يعملوا لك إذا بدك يصير يجيك فلوس من وراها. طيب اقرؤون هذول. الغريب إنه موقع اليوتيوب اللي أسسوه 3 من الأشخاص ما لهم علاقة لا بالكمبيوتر سيلز ولا بالتكنولوجيا ولا بالموضوع. كانوا 3 يشتغلوا في شركة الباي بال. صعوبة الباي بال. باي بال ما تسمع فيها؟ والله عليك عمر كله. شفت اليوم الدفع الإلكتروني كيف؟ زي فواتيركم مفاتيركم. هاي باي بال شركة زيها كانوا يدفعوا عن طريق النت بشكل عام. يعني أنا مثلا شريت كتاب شريت من أمازون شريت من أي ماركت أونلاين إي بي أي أو إيش من ذلك كيف بدي أدفع لهم؟ هل في زكار؟ أيوة معك في زكار. الفيزا كارد مين بده يأكد انه هاي الفيزا مش مضروبة او ما فيها رصيد او فيها رصيد او كذا؟ شركة الباي بال. فبتقدر تعمل اكاونت عند الباي بال وتقدر تعمل ميرشنت اكاونت يعني اكاونت تاجر بصير يجيك دخل من وراها. يعني انا بدي ابيع منتج وبمستقل انا ما بديش ناس يدخلوا فيه بقدر ابيع. بس بدك تعمل اكاونت مع مين؟ مع الباي بال مقابل بخض عمولة زي الصرافين. كويس. هذول كانوا يشتغلوا بالباي بال هم اللي عملوا اليوتيوب. 3 اشخاص مع بعض هيك اشتركوا وعملوا اليوتيوب. بعدين لما انتشر شركته مين؟ جوجل. هذا الحكي قاعدين نتكلم فيه احنا عن 2005 2006 يعني مش قديم كثير. يعني قاعد نتكلم عن 13 سنه بس. تاسيس المواقع كيف يعني؟ لا يعني اعرف معلومات مش غلط. مش غلط. صارت هسه اليوتيوب طبعا استخداماته صراحه قاعده بتتوسع. في زي اللي حكت عنه سمعته اللي حكت عنه منى قبل شوي الهانج اوت. ايش الهانج اوت؟ الهانج اوت بقدر اعمل بث مباشر. وعليكم السلام الله. بقدر اعمل بث مباشر زي بث تلفزيوني مباشر عن طريق اليوتيوب مش فيديو اسجله وارفعه. بتحبوا مره بنجربها. بس بدك تكون انت عارف ايش. حياك الله. شو بدك تكون عارف؟ اللينك والموعد. عارف اللينك والموعد. تعمل زي قناة بس تلفزيوني مباشر. هذا كله اقرأوه لحالكم. هذا التفاصيل تبعته كيف بننشئ الفيديو كيف بنحمله وكذا. هذا ان شاء الله المرة القادمة لما ندخل على الجوجل راح اركز على اليوتيوب بشكل رئيسي انه كيف انت ترفع فيديو. فبفضل انه كل واحد يجي معاه ايش فيديو. جيبوا فيديو لكم حابين ترفعوه على اليوتيوب جيبوا ونرفعه نشوف نتعلم كيف. لا ما بدك تجيبيه على تلفون كيف تقعدي على الكمبيوتر. ممكن من الموبايل ترفعي عادي. بس يكون عندك نت على الموبايل. سهل جدا. هسه امكانيه استخدام اليوتيوب في عمليه التعليم يعني مش بس اكيد. يعني احنا الجامعه هون عندنا في 2014 15 كان في موضه لشغله انه كل المقررات تتحول لفيديوهات
وترفع على قناة خاصة للجامعة. ورفعوا فعلا رفعوا. وعملنا بحث على الدكتور جاد السعدي عليه ونشرناه عن مدى يعني رغبة الطلاب في هاي الفيديوهات. انه هل في توجه ايجابي ناحيه ولا ما في توجه ايجابي ناحيه. جزء كلكم تعرفون الرياضيات وطرق الاداء كلها مسويه فيديوز. احنا هسه قاعدين نعطي المحاضره وقاعدين نسجل فيها. بعدين اي حدا فيكم حابب يشوف المحاضره فيما بعد بترجع للفيديو. في بعض المواضيع يعني مثلا زي الرياضيات والعلوم وكذا اللي بيكون فيها نوعا ما صعوبه ورا الفيديو بيكون كثير ممتاز. اظن انه بعيد الواحد بيفهم اكثر من مره براجع الماده. في بعض المواد يعني الفيديو ممكن يساعد لكن مش بالضرورة يكون أساسي يعني. طبعا النقطة الثانية إنه الآن حتى يعني التقارير العالمية بتقول لك إنه الفيديو سيبقى مسيطرة لمدة 5 سنوات على اتجاه التعليم. اليوم شفتوا المدارس صار عندها كلها تسوي فيديوهات، الجامعات التوجيه كذا كله بتلاقي فيه شارحة، فيديوهات شارحة بشكل كبير جدا. بيظل المشكلة قائمة. طب شو عرفك انه هذا صح؟ مين بيدققه؟ فحتى نجاوب على سؤال زي هيك اليوتيوب لحاله ما بيكفي. سمعتوا في موقع اسمه TED TED فوتوا تفرجوا عليه. اسمه ايش؟ TED TED. هذا الموقع بنشر فيديوهات لي خلينا نقول كيف هو ايش حاطط الشعار تاعه ideas worth spreading. ايش يعني ideas worth spreading؟ يعني افكار تستحق النشر. فلول عاملين زي لجنة، مش انت بتيجي هيك لحالك بترفع فيديو، ما في هيك ترفع فيديو. لا عاد هذول بيجيبوا كاميرات وناس بيصوروا. مثلا ناصر عنده فكره ابداعيه في موضوع معين، مش مهم بالموسيقى بالاجتماع بالتاريخ بالعلم اي موضوع، بروح بيعملوا له بسموها سبيتش وبيجيبوا جمهور وبروح بيحكي الفكره تبعته لمده مثلا ربع ساعه ثلث ساعه، بيسجلوها وبيطلعوها على وين؟ على موقعهم. فوتوا تفرجوا عليه صراحه رائع. تدورني اشوف. ايوه هذا هو، فوتي عليه وشوفيه. يعني من المواقع الرائعة جدا لنشر التعلم. هسه شو الميزة عنه عن اليوتيوب؟ الميزة عن اليوتيوب انه اول شيء الافكار موثوقة يعني مراجعة في هيئة علمية بتدقق الكلام اللي موجود، مش والله كل واحد بيحط اللي بده اياه. هاي نقطة مهمة ترى. النقطة الثانية، اليوتيوب كمان عامل اشي للمدارس، يوتيوب فور سكولز. هسه في انواع لليوتيوب، في اليوتيوب اللي بتعرفوه كلياتكم، في يوتيوب فور كيدز للاطفال، في يوتيوب للمدارس. هذا عشان يكون في نوع من الحصر، مش والله ادخل يطلع لي اي شيء، لا انا بدي يطلع لي اللي بدي اياه. هذا مهم جدا يعني في المدارس يكون امن وموثوق ويكون المعلومات موجوده. اذا اليوتيوب بيقدم خدمات على 3 مستويات، العموم للمدارس وللأطفال لحالهم، بيعمل للأطفال لحالهم. طبعا أتوقع هذول مدفوعات. في كمان شغلة سووها، مين يحكي شو كمان سووها؟ شغلة ثانية اليوتيوب، صارت قنوات التلفزيونية تبث على اليوتيوب بث مباشر. هسا بتفتح الجزيرة العربية تلفزيون الأردن بعرفش موجود له ولا لا، يعني بس تفتح بشوف البث المباشر للقناة بفلوس. رؤية أكيد إلها، رؤية أكيد إلها على اليوتيوب. بيستأجروا لايف، بيستأجروا ساحة وبيدفعوا عليه. هاي طبعا بتكون لازم اسمعوا هذا المصطلح، بيقولوا ستريمينج. يعني انت الفيديو راح تطلعه، في واحد عنده نت ضعيفة بدك اياه كل شيء يصير يدور هيك يصير يلف، بدك اياه يضل متصل. فلازم يكون هم بيحلوا مشكلة الستريمينج، انه ما يصير قطع في البث، يظل البث ماله متصل وبكواليتي عالي، بكواليتي عالي. هذا مش كله مكتوب هون بس يعني كويس احنا نعرفه. فور ادوكيشن طبعا اكيد يعني صار للادوكيشن كثير اليوتيوب موجود. خلينا نوقف عندهم بلاش نكمل.
المرة الجاية بنكمل على سكايب وعلى القصص الثانية اللي هي تعات